خلال السنوات الأربع الماضية وصل عدد التراخيص الممنوحة للمطبوعات والدوريات السورية إلى أكثر من 120 ترخيصاً، لكنها لم تستطع على ما يبدو تحقيق الحلم المفقود للقارئ الذي طالما افتقد جاذبية التصفح أو متابعة الأخبار من خلالها. إذن ما هي مشكلة الصحافة الخاصة في سوريا؟ هل هي أزمة ثقة بها؟ أم عدم الجرأة في الطرح؟ أم الافتقاد إلى العمل المؤسساتي؟ توجهنا بهذا السؤال إلى السيد جورج حاجوج رئيس تحرير صحيفة بلدنا. لم نعتد على العمل المؤسساتي الصحفي المهني الخاص، لم نعتد. هناك عقلية بالعمل الوظيفي لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تنسجم مع صحافة خاصة ناشئة بسوريا حاليا، لا يمكن. وفي ظل عدم وجود قانون يوصف النشاط الصحفي الخاص في سوريا، هل هو اقتصادي أم ثقافي أم فكري، إضافة إلى قلة وجود رأس مال داعم وضيق مصادر المعلومات وضيق هامش المناورة عند حدود الخطوط الحمر، فإن التحدي يبقى قائما أمام الصحافة الخاصة في سوريا على المستويات المهنية والاقتصادية.